في برنامج رضا مصرية، وخليني أتكلم أكتر مع المواطنين اللي بيدخلوا المكان هنا داخل إدارة الجوازات وكيفية الحصول على جواز السفر. أتعرف عليكي؟ عبير عبد اللطيف، عايشة في الدنمارك ومصرية. كلميني عن التجربة بتاعت النهاردة ووجودك داخل إدارة الجوازات، وإيه اللي حصل وخدت وقت قد إيه لحد ما خدت الوثيقة؟ لا، أنا ما خدتش وقت خالص، كان كله متوفر، حاجة حلوة أحسن من هناك. كان في وقت كبير وكان زحمة والدنيا كانت ضيقة قوي. يعني المكان القديم؟ المكان القديم. هنا ساعد إيه؟ سهل ليه العملية؟ المكان واسع، في خدمات أكتر، ما فيش، في شبابيك أكتر، في موظفين أكتر. على قدر عظمة الشعب المصري تأتي جهود وزارة الداخلية لتوفير مقار جديدة مزودة بتقنيات حديثة تقدم أحدث وأيسر الخدمات التي تليق بالمصريين والأجانب. ومن هنا كان قرار نقل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لمقرها الجديد بالعباسية لتفتح أبوابها أمام المصريين والأجانب اعتباراً من أول يوليو لهذا العام. مقر جديد صمم على طراز معماري فريد بمساحة تقدر بأكثر من 40,000 متر مربع، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب المقيمين في البلاد، موزعة على 7 طوابق لتشمل الإدارات النوعية كافة. ولتقديم الخدمات بشكل حضاري تم استحداث منظومة الترقيم الآلية والاستدعاء الرقمية لكافة الخدمات المقدمة للمواطن. استراتيجية متكاملة للتيسير على المواطن وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. الإدارة عندنا إدارة خدمية بالدرجة الأولى، هدفها خدمة المواطن والتيسير عليه، وبالذات كبار السن وذوي الإعاقة. ولأن التكنولوجيا هي لغة العصر، تم استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها بأحدث الوسائل التكنولوجية. احنا بنستخدم اعلى معايير لإصدار جواز السفر المصري المميكن، واللي بيتم تحديدها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. عندنا شقين من التأمين، اول حاجة التأمين ضد الاختراق، محدش يقدر يخش على البيانات المواطنين. الشق الثاني ضد التزوير. خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها. في إطار مواكبتنا للتكنولوجيا، طورنا خدمة تقديم طلبات الجنسية لتصبح متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وفي هذا الجناح تم إنشاء مركز نظم المعلومات الذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط، ليستوعب أنواع البيانات كافة وإمكانية التعامل معها، فضلاً عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية إيفيزا، والتي بدأ تنفيذها للأجانب القادمين من 46 دولة. بننشئ الآن أكبر مركز داتا عملاق يستوعب إدارات كتيرة عندنا لربطها بالمواني والمطارات. وسعياً للتطوير وتحديث كافة الخدمات، تم استحداث كارت إقامة ذكية وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب في الإقامة بالبلاد. بطاقة الإقامة دي بتسمح له بأن هو يقدر يتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية خلال فترة تواجده المشروع في البلاد. تطوير وتحديث متواصل لأجهزة وزارة الداخلية لتقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب. مستمرين في تطوير جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين والأجانب المتعاملين مع الإدارة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة. كلمني عن وجودك النهاردة بإدارة الجوازات والعملية اللي تمت والاستخراج جواز السفر الخاص بك. لأ، النهاردة أنا كنت بعمل جواز هنا، بجدد الباسبور بتاعي وبتاع الهانم،
والمبنى فوجئت بالمبنى، حاجة رهيبة، حاجة تحفة. فرق السماء والأرض طبعا بين المبنى الجديد والمبنى القديم. اللي قاموا على المبنى من أول مساعد الوزير لحد أصغر ضابط موجود في الجوازات عملوا مجهود غير طبيعي، غير طبيعي بالمرة مقارنة بأي حتة في الدنيا. ما شاء الله، زي ما انتم شايفين، سانسيرات، سلالم كهرباء، شبابيك، كل حاجة، كل حاجة بقت المسألة أسرع مليون مرة. في تطوير، في حاجات جميلة جدا جدا جدا. ايه الحاجات الجوهرية اللي انت لبستها شايف ان هي فرقت كتير عن الإدارة القديمة؟ خدمة المواطنين، الشبابيك، الاستراحات اللي موجودة، الكافتريات اللي موجودة، خدمة 5 ستارز. انا مش جاي مكان اتعب فيه، لا لا لا، انا ممكن اقعد في التكييف، اقعد انتظر ساعتين ثلاثه، ما عنديش اي مشكله. كان زمان الناس بتتضايق عشان الانتظار، وكان طبعا كان الطوابير وحاجه، ولا اللي شغالين يعني مش عايز اقول، لكن هنا النهارده لا طبعا، تحت قياده السيد الوزير والسيد المساعد والضباط، لا حاجه حلوه جدا. وبعدين تقابل الموظفين، هم اللي بيخرجوا لك بره، انت محتاج ايه، انت عايز ايه، الضباط بتمر، انت محتاج ايه، قاعد ليه، لو في تاخير، لو في اي حاجه تفضل دورك. كانك قاعد في البنك، كل واحد برقمه سامع رقمه قاعد. لا لا، خدمة بجد جميلة، روعة. عودة لحضراتكم مرة تانية في برنامج إرادة مصرية. خلينا نستكمل رحلتنا داخل إدارة الجوازات، ولقائنا تاني بيجمعنا بالمقدم هيثم فرج، ونتكلم أكتر عن المكان اللي احنا متواجدين فيه. احنا حاليا متواجدين فيه في مركز إصدار بطاقات الإقامة وتنفيذ الإقامة للأجانب في إدارة الإقامة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. بعد الأجنبي ما بيستوفي جميع المراحل وتقديم الطلب والدورة المستندية وبعد موافقة جهات الأمن، يبتدي يصدر لي كارت الإقامة الجديد. ده كان الأول التنفيذ عبارة عن استيكر على جواز السفر، وفي بعض الفروع والمكاتب إنه كان بيبقى ختامة يدوية. دلوقتي كارت الإقامة كارت مستقل مزود بعلامات تأمينية، يقدر يتعامل بيه مع جميع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، ويخلص بيه جميع إجراءاته، أفضل من تحركه بجواز سفره في أي مكان هو رايح فيه. يعني ده سهل جميع الحاجات اللي بيقدر يقوم بيها طول فترة الإقامة بتاعته المتواجد بيها داخل مصر، طول فترة إقامته المشروع في البلاد. تمام. طيب المكان اللي احنا فيه، عشان يساعد برضو، أنا عايز أساعد الناس أكتر، إيه الخدمات اللي بتقدم من خلال المكان هنا بتساعد الناس أكتر في إن هم أدلهم وثائق خاصة بيهم؟ بالنسبة للكبار السن والمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ليهم قسم مختص مستقل موجود تحت، وليهم وحدة كاملة مجهزة بتقدر أن هي تنهي إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن، وبنسهل لهم الأمور لغاية لحين استكمال باقي الإجراءات في البرنامج إن شاء الله. وبإذن الله بعد كده هيكون أفضل على مستوى جميع الجنسيات بإذن الله. السؤال اللي هكرره كل مكان أخشه هنا داخل إدارة الجوازات، إيه الجديد اللي هيبقى متواجد هنا في المكان هنا؟ إن شاء الله الجديد إن الدورة المستندية موجودة، وتجهيز تزويد أجهزة الحاسب الآلي وتزويد العدد الموظفين، ده هيقلل ويكاد يكون هيقلل الزحمة تماما إن شاء الله. وبإذن الله إحنا بنطور المجموعات اللي معانا، بدأت تتدرب على البرنامج اللي شغال، وجاري تدريب باقي الناس إن شاء الله، بحيث إنه كله يبقى شغال بوتيرة واحدة علشان نقدر ندي للناس أحسن وأفضل خدمة إن شاء الله بيستنوها من المصريين. يعني. طيب المكان اللي إحنا متواجدين فيه حاليا، إيه الخدمة اللي بيقدمها للجمهور المتواجد بره؟ هنا المكان ده مخصص لكبار السن والمعوقين وذوي الحالات الخاصة.
بنساعدهم في الطلوع ليهم اسانسيرات مخصصه وليهم وحده مخصصه ليهم، نفس التجهيزات اللي مجهزه على جميع الشبابيك الاستلام هي نفس التجهيزات اللي مجهزه هنا، وبيتعمل له الاجراء في افضل واحسن خدمه نقدر نقدمها لهم ان شاء الله باذن الله. يعني هو انا بالظبط نفس اللي بيحصل، الاجراءات اللي بتحصل على الشباك بتحصل داخل المكان اللي احنا متواجدين فيه حاليا بس بتسهيل شويه عشان مراعاه لظروف الناس اللي متواجدين. بالظبط بالظبط يا فندم. هنا سد